برج الجدار. انا كان نفسي حضرتك تقول ان في اكيد هناك اطفال حضرتك في برج الدراع، فهل ده موجود ولا لا؟ ميكي ماوس طبعا. هي كانت بتشتغل فيها هي اللي كانت بتعملها. لا حقيقه احنا كنا حريصين جدا ان نتابع العدد واحنا صغيرين يعني، واحنا في الريف كمان يعني، مش احنا من قريه منسيه يعني، مش مذكوره يعني. مش القريه بتاعه عبد المنعم ديت؟ لا هي القريه ديت يعني البحيره عموما، البحيره كمحافظه منها الشيخ شلتوت، منها الشاعر علي الجارم، منها دكتور مصطفى الفقي، محمد فريد ابو حديد، محمد فريد ابو حديد، منها احمد زويل، عم احمد زويل درس لي، الشيخ حسن زويل درس لي، ومنها وعم مصطفى الفقي درس لي، الشيخ حافظ الفقي، عبد الحافظ الفقي، عبد الوهاب المسيري، عبد الوهاب المسيري من البحيره، وعائلة المسيري مشهورة طبعا هناك في البحيرة كبيرة يعني في دمنهور، ومنها الفريق عمل عمية الراس والفريق العصار، ومنها أبو غزالة، بيننا وبين أبو غزالة بنفس البلد نفس القرية.